المثقفين الليبيين في القرن التاسع عشر كان لما يطلب منهم يكتبوا في جريدة أو مجلة من أول الجرائد اللي صدرت، يعني من النصف الثاني من القرن التاسع عشر 1800 وانت النصف الثاني من 1800 وانت على جاي، كان يعطوا فيهم في قسيمة حجمها 9 سنتي. القسيمة هذه من الورق تكون طويلة شوية، ويعطوه يقولوا له أنت عندك هذه المساحة اكتب فيها، فيكتبوا خطات واحد بس، يكتبوا كلمات بالخط النسخ هذا ويبدأ ياخدوها ويقصوها تكون أبيض على أسود زي هذه. باش علاش يديروا فيها بالطريقة هذه؟ باش ياخدوا حاجة يسموا فيها الترويسة. الترويسة هي حاجة زي هذه، ورقة بيضة زي هذه، يكون الخطاط الرئيسي للمطبعة أو المجلة أو جريدة يكتب الترويسة من فوق العنوان واللوجو، وبعدين يغيروا التواريخ متاع الصحيفة أمتى بتطلع، ويديروا في أنهر. الأنهر هذه هي اللي يكتب فيها الكاتب ويعطوا فيها على خطرها الورقة، فيعطوه النهر ويكتب الورقة ويقصوها ويحطوها، بعدين يعكسوها على حاجة تسمى طباعة حجرية الليثوغراف. الليثوغراف هذه للأسف شديد ما قدرش نوري لكم توا، بس في مؤسستنا عندنا نموذج منها اللي هي عبارة عن حجر مسطح وعليه طبقة من الشمع وفيه طريقة تندار باش ينعكس عليها الطباعة، وبعدين ترفع إلى المطبعة وتطبع وتخرج الجريدة بالطريقة هذه. فالجرائد الأولى في ليبيا كانت خرجت بالليثوغراف أو الطباعة الحجرية مكتوبة باليد. أهلين ومرحبتين بكم في هذه الحلقة من سلسلة ليبيا زي ما هي ضمن برنامج فسيفساء. في الحلقة هذه والحلقة هذه جديدة حنتكلم عن تاريخ الصحافة والصحف والجرائد والطباعة في ليبيا منذ نشأتها، يعني من أمتى بدأت. بالرغم من ظهور الصحافة في أوروبا في القرن السابع عشر وفي إفريقيا الشمالية في أوائل التاسع عشر، في ليبيا جت نوعا ما متأخرة، يعني بدت ربما نقدر نقوله حتى من النصف الثاني من القرن التاسع عشر. طبعا فيها أسباب موضوعية ونصولها. الجريدة اللي شفتوها في المقدمة هي جريدة الترقي، واللي كانت أول جريدة معارضة ليبية على الإطلاق، والمقصود بالمعارضة أن هي تتخذ جانب مقابل لرواية السلطة للأحداث. طبعا مش بالمعنى الحديث للمعارضة، ولكن هذا كله بنشوفه مع بعضها. طبعا الجريدة كانت مكتوبة في اليد باليد في بداية طباعتها أول ما ورينا لكم، وكانت تطبع في المطبعة الحجرية ابتداء من يوم أول عدد لها طلع يوم 26 يونيو سنة 1897 زي ما تشوفوا هنا في الصورة. حنتكلم عن تاريخ الطباعة في ليبيا بحكم أنها مرتبطة بعالم الصحافة والكتاب بعدين. المهم صاحب الجريدة زي ما هو مكتوب توا في الترويسة، كاتبين صاحب الامتياز والمحرر هو الشيخ محمد البصيري الطرابلسي السكنة لغدامسي المولد، هو صح ساكن في طرابلس بس أصوله ترجع لمدينة غدامس في الجنوب، طبعا مولود في غدامس ودرس في الأزهر والزيتونة وله اهتمامات أدبية كثيرة، يعني كان في البداية يدير في كل شيء من الإعلام والتحرير والطباعة والإدارة متاع الجريدة متاعها. الجريدة هذه عبارة عن 4 صفحات بمقاس 50×33 ويعني بحجم متوسط تقريبا، وفي كل ورقة فيه 3 أعمدة اللي يسموا فيها زمان نهر، 3 أعمدة اللي وريناهم في المقدمة. المجلة كانت تصدر كل يوم سبت الصبح، كانت يوم السبت الصبح تطلع المجلة الجريدة عفوا، تطلع من مطبعة الولاية اللي كانت الوحيدة في طرابلس أصلا، وكانت توصل كل نواحي طرابلس، طرابلس الولاية والإيالة. وهيك مكتوب في رأس الصحيفة حين صدورها الشارع اللي كانت فيه الجريدة، يعني مقر الجادة التي كانت فيها الجريدة، هم يقولوا الجادة زمان أو مقرها الإداري زي ما مكتوب، هو جادة الفنون والصنائع اللي نعرفت بعدين وأنا باسم ريكاردو كسار، وبعدها اسمها 24 ديسمبر زي ما نعرفه اليوم. وكان حقها 6 مجيديات بالعملة العثمانية ونصف ليرة فرنسوية زي ما مكتوب في الترويسة.
خارج القطر الطرابلسي. يا أخي تقدر تشترك فيها حتى الاشتراك في العدد الأول. طبعا فرحوا الليبيين هلبة وبالأخص الفئة المثقفة منهم بهذا المولود الجديد، لأن مش متعودين. الدولة الأردنية كانت دولة قامعة جدا للحريات والآخره، وهذا كله بنجوبه بعدين. فخروج جريدة معارضة هذا شيء جديد عليه الليبيين كلهم، وكان جريء جدا السيد البصيري هذا لما طلع الجريدة هذه. على أي حال، في العدد الأول نقروا الأبيات متاع مصطفى زكري. مصطفى زكري طبعا شاعر معروف، وهذا اللي كتب على أي حال قصيدة البازين وغيرها. المهم كتب قصيدة عن هذه المولود الجديد اللي هي جريدة الترقي. قال زمانك حياه نشر الترقي، فبشرى طرابلس بالترقي، وشمس المعارف بالقرب لاحت، فتاها بطلعتها كل شرقي. فبشرى طرابلس بالترقي وشمس المعارف بالقرب لاحت، فتاها بطلعتها كل شرقي. المهم قصيدة طويلة هلبة، وهذا مش إمكانها. ولكن عندي خليكم خبر مش كويس، الجريدة للأسف الشديد تم مضايقتها مضايقة شديدة جدا، وضيقت أنفاسها، وتم إغلاق الجريدة نهائي بعد حوالي سنة كاملة من صدورها. احنا عندنا في مؤسستنا مجموعة من الأعداد من الجريدة هذه، من الأعداد الأولى اللي كانت تصدر الطباعة الحجرية إلى الأعداد والطلعة والفتحة المرة التالية. علي حل، مش قلنا هذه الجريدة معارضة معناها في جريدة تانية تكون رسمية تصدر عن العثمانيين أنفسهم، باش هذه تكون معارضة لازم تكون تخرج جريدة أخرى في نفس الوقت وتعبر عن عليه السلطة. خلونا نولو شوية التالي ونقول لكم، خلي نولو هلبة شوية، هلبة مش شوية، باش يكون عندنا إلمام بالموضوع العصر العثماني الثاني، واللي هو نعرفه بعصر تضييق الحريات حتى صدر سنة 1908. طبعا الجريدة صدرت قبل هذا التاريخ، لكن احنا نتكلم توا على 1908 اللي بنجوه بعدين. وما فيش مثقف في ليبيا يتسمى مثقف وصاحب رأي وحامل فكر وينادي بالعدالة والحرية إلا وتم مضايقته في العصر العثماني قبل 1908. وبعضهم على فكرة حتى انسجن، زي ما نعرفه على السجن اللي تعرض له سليمان الباروني، البصيري وغيرهم المثقفين في كانت في حادثة على فكرة عرفت في هذاك الوقت، عرفت باسم حركة إبراهيم السراج اللي حنجوها لما نتكلموا في حلقة منفصلة عن الحرية والدساتير الليبية عبر التاريخ. يعني كيف كانوا الليبيين، هل كانوا أحرار في فترات من الفترات، شن هي الدساتير اللي مروا بها، لأن أكثرنا نتكلموا عن الدستور الملكي وما نعرفوش أن في دساتير سابقة لها. على أي حال، الجديدة بعد كل هذه الشوشرة وكل المضايقات تعاودت وطلعت سنة 1908. علاش؟ لأن طلع الدستور اللي يكفل الحريات للناس. وبعد سنة 1908 أخذت حلة جديدة ومقر جديد، معاش مكتوبة باليد زي ما وريناها في المقدمة، وزي ما تشوفوا هنا ولت مطبوعة بالحروف والاسم نفسه كذلك، لكن مكتوب العنوان الجديد في سوق الترك. وحسب فرانشيسكو كورو كانت خدت مقر البلدية القديم وداراته مطبوع. فرانشيسكو كورو عنده كتاب عن العهد العثماني الثاني، الاحتلال العثماني لليبيا أو شيء من هذا القبيل، عنوانه ترجمة التليسي، وداراته مطبعة ونادي ثقافي. وكان على فكرة يعني تمنه الجريدة 20 بارة، وهذه 20 بارة بنشوفوها القدام هلبة، زي هذه اللي تشوفوا فيها في الشاشة. وحنديروا حلقة عن تاريخ سك العملة في ليبيا، وهذه تبي لها توسع وحديث عنها بكثرة، العملات العثمانية وغيرها من العملات اللي مرت عليهم ليبيا. المهم من مصادر رزقها هي بيع الجريدة، كذلك كان عندها إعلانات، وهذه صورة للإعلان متاع ماكينة الخياطة الإنجليزية وإعلان عن دروس اللغة العثمانية، وتعطي في دروس عبر الصحيفة نفسها، هي تعطي في دروس في الأعداد القادمة. طبعا الصحيفة كان فيها اشتراكات، ولو كانت يعني هي ما تحتاج للفلوس الحقيقة، لأن هي شركة مساهمة أصلا، وفيها خيرة أبناء ليبيا اللي تبرعوا لها للعمل الخيري كذلك، وخصوصا من التجار الكبار الغدامسية اللي يدعموا في الشيخ البصيري.
وعلى فكرة كان سالم بالهول من مدينة تيفر من كي بلد داعمين لهذه الجرائد، وهذا حتى هو حنجو في وقته للأعمال الخيرية لما بنتكلم عن الأعمال الخيرية اللي صارت في ليبيا. على أي حال الصحيفة نجحت وزادت شعبيتها كل ما تحدت السلطة العثمانية وانحازت للمواطن، يعني لما ينحازوا للمواطن ويدافعوا عن المواطن كل ما الشعبية متاعهم ترقع. فهي طبعا بتحاز للمواطن إن هي جريدة زي ما قلنا كانت معارضة ووقفت مع الحق زي ما قلنا، كان يكتب فيها مجموعة من المثقفين الوطنيين المهمين، وكانت كذلك مدرسة تتلمذ فيها آنذاك مجموعة كذلك مهمة من الأسماء اللي حيتكرروا لما نتكلم على الصحافة في ليبيا على فكرة من تول عند الحلقة الرابعة، من أمثال مثلا محمد عياد اللي أصبح محررها، ومن ناحية هو على فكرة من جهة جنزور واللي اشترك في انتخابات بلدية طرابلس ومعاه زميله طبعا محمد النائب اللي ولا صحفي يعني قائم بذاته. محمد النائب طبعا نتكلم عليه بعدين في الجريدة اللي دارها ونشوفه بعدين، وكان من الصحفيين الأديب محمد ناجي، وهذا حتى هو اشتغل في صحف أخرى لكن خدم في الصحيفة هذه مدة طويلة قبل ما يهاجر لسوريا، وكان صاحب أرشيف كبير محمد ناجي، هذا من الموروث لقبه التركي على فكرة عن الموروث الليبي، وعلى فكرة اشتغل في صحيفة المعارضة هذه واشتغل كذلك في صحيفة الحكومة زي ما قلنا صحيفة طرابلس الغرب اللي بنجوها بعدين. من الأسماء عثمان الجيزاني اللي دار صحيفته بروحه بعدين ولا رئيس تحرير حتى هو، وكان فيه خالد القرقني متعدد اللغات والمواهب، هذا حتى هو بنجوء المثقفين اللي لازم نعرفه بيهم، عرفته اللي هو كان يجيب لهم في أخبار العالم على فكرة خالد القرقني هذا، ومحمد القرقني حنجوهم بعدين ونتكلموا عليهم أكثر، كان يجيب في أخبار العالم وكان يتقن الفرنسية والعربية والتركية وأظن حتى الألمانية كان، أنا مش غلط. وعلى فكرة هذا بنجوع ليه هو ومحمد القرقني زي ما قلنا في حديثنا عن أول دور السينما في طرابلس، حتى هو بموضوع قائم وشائك بنفسه بنتكلم على دور السينما وتاريخها في ليبيا، وكتب فيها من الشعراء زي مصطفى بن زكري صاحب الديوان المطبوع وإبراهيم بكير صاحب قضية البازين اللي قرأنا قصيدة قبل شوية، وكان مراسلها أحمد الفصاطوي من محل إقامته في مصر، وهذا حتى هو كان لديه دور كبير بعد عودته من مصر، ووجب القول يعني وللأمانة أغلب الكتاب كانوا هوات وليسوا محترفين صحافة، كانوا مثقفين فعلا درجة كبيرة، كان عندهم كتب إلى آخره لكن ما كانوا صحفيين، وهذا يعني يخدموا في الجريدة كرفي، هيك كرفي بالليبي معناها من غير فلوس على قولة ناس زمان. بعدين كان فيه الشيخ البصيري طبعا، هذا توفى الله يرحمه في أكتوبر 1914 ثلاثة سنوات بعد الاحتلال الإيطالي للبلاد دونا، حقيقة سنتين وشوية، وصدرت مطبعته. حنولوا بتعريف كامل للبوصيري هذه العائلة الفاضلة لما نتكلموا عن الرعيل الأول من المثقفين الليبيين اللي يعني جو من كل أرجاء ليبيا لطرابلس وأثروها يعني فكريا وعلميا، وأسسوا فيها نوادي فكرية وثقافية كان لها أثر طيب بل حتى ماديا، لما نتكلموا عليه كبار التجار في طرابلس الغرب وبنغازي أراهوا هادو كلهم ناس من الدواخل، فالناس اللي اليوم تقول هادو أصلي وهذا مش أصلي وهذا ولد بلاد وكلام هذا كله دوا فاضية. أول صاحب جريدة معارضة في طرابلس هو أمازيغي من غدام زي ما كان البصيري، حنتكلموا على أسماء أخرى ونقول لكم الأماكن اللي جو منهم باش نبين لكم أن اللي بينجوا من كل جزء من القطر الليبي وخدمه زي ما قلنا في طرابلس وبنغازي، وحنتكلم عليهم واحدة بواحدة. به الجريدة والصحيفة والمجلة تحتاج لمطبعة، وخلونا نولوا لأول مطبعة اندارت في طرابلس واللي كانت ولأول مرة يعني سامحوني التسلسل مش كرونولوجي لكن يعني مهم جدا نعرف الحاجات هذه باش نحط نفسنا في الإطار التاريخي اللي دارت فيه الحاجات هذه. على أي حال أول مرة اندارت في طرابلس واللي كانت ولأول مرة تخيلوا لأول مرة تنشأ مطبعة في ليبيا كانت سنة 1855، وكانت مطبعة حجرية زي ما قلنا في المقدمة، ومؤسستنا تملك قطعة حجرية ليتوغرافية أصيلة لهذه المطبعة الحجرية مع صندوق كامل من الشام اللي كان يستخدمه فيه زمان. المهم يعني ان الطباعة في ايال طرابلس تأخرت هلبة على اكثر الدول الجوار تخلفا، على سبيل المثال مثلا تونس كانت اول مطبعة فيها سنة 1806 يعني احنا 50 سنة بعدها، وهم طبعا المطبعة متاعهم تتهالهم امريكا هدتها لحمودة باشا،
وهذا كان بسبب طبعا القوانين العثمانية المتذبذبة والفتاوي وشيوخهم اللي هلكونا طبعا معاهم بتحريم الطباعة. العثمانيين كانوا يحرموا الطباعة في القرن الرابع عشر خمسة عشر على أي حال. المهم ما علينا. وبعدين جت مطبعة جديدة بالحروف المتحركة سنة 1865 جابها محمد نديم باشا. وهذا الحروف المتحركة المقصود بهم هادو تحط سطر كامل بكري ما نمرتكم في الترويسة، تحط سطر كامل وتقعد تكتب فيه حرف بحرف وتطبع به. هذه أول حرف أول مطبعة جتنا في ليبيا، جت سنة 1865 جابها محمد نبيل باشا ودارها داخل السرايا وعرفت باسم مطبعة الولاية، وكان كل عمالها طبعا مستجلبين من تونس حسب المؤرخين. وانا شخصيا تعرفت على احد احفاد العاملين في المطبعه، وزي ما قلت لكم هذه النموذج اللي ورثتكم قبل شويه كانت مستخدمه في المطبعه، وعندنا في ارشيف توال صندوق كامل للحروف المستخدمه، لان الان ما عادش يستخدموا فيها يديبوا فيها ويديروا فيها رصاص، فاحنا اخذناها للارشيف نتاع المؤسسه نتاعنا وبالحروف العربيه اللي هي الحروف العربيه المتحركه للطباعه. المطبعة هذه جددها طبعا بعدين أحمد راسم باشا من جديد سنة 1890 وجاب لها الآلات الأوروبية الحديثة هذه، وكانت هي الوحيدة العصرية اللي نجت مطبعة الفنون والصنائع سنة 1897 وعرفت باسم مطبعة الفنون والصنائع من تأسيس نامق باشا كذلك. وفيها كان قسم لتعليم الطباعة على ما يبدو وبنشوفه بعدين. المهم شفتوا الترويسة اللي ورت لكم في البداية بوكول، كان ديما يوقع في الترويسات نتاع الجرائد واحد اسمه ساسي، وشفت أن الترويسة هذه كذلك أو التوقيع على الخطوط الكبيرة هذه شفتها اندارت من قبل ساسي هذا في محلاته إلى آخره في الصور القديمة جدا لليبيا، وشفتوا أنتوا الحلقات اللي درتوا ماني على التصوير على أي حال. بنشوفه بعدين. المهم زاد عدد المطابع منها، جت مطبعة الترقي متاع الجريدة المعارضة هذه سنة 1908، الترقي أصبح عندهم مطبعة متاعهم هم، وبدت في شارع ريكاردو قصار زي ما قلنا بكري، وبعدين تحولت لسوق التروك في المقر السابق للبلدية، وكان فيه مطبعة أربيب حتى هي أيهودي هذا حتى هي تأسست 1908 في شارع جارح جامع محمود باشا، كانت تتسمى المطبعة العالمية، وكانت تطبع هذه أول واحدة كانت تطبع بثلاثة حروف عربي وعبري ولاتيني، وهذه حنتكلم عليها في الحلقة الجاية هلبة المطبعة هذه، لأنها الجرائد اللي انكتبت بلغات أجنبية كلها طبعت في المطبعة هذه، واللي استفاد منها القناصل والوافدين الأجانب المطبعة هذه في طرابلس، وفيها انطبعت أول جريدة طليانية اللي بنجوها بعدين. وبعدين مطبعة تشوبا اليهودي في شارع أربع عرصات سنة 1910 صاحبها إبراهيم تشوبا، وكانت تسمى المطبعة الشرقية، وكان يطبع فيها الوحيد المسلم اللي كان يطبع فيها بوقشة، ما باش حد يطبع له، هذه أول جريدة ساخرة في ليبيا، هذه حنتكلم عليه بعدين بإسهاب. المهم نسيت مطبعة مهمة وبتلعب دور كبير بعدين، هي مطبعة فنون الطباعة تيبوغرافيا آرتي جرافيشي اللي تأسست سنة 1909 حتى هي، وكان مقرها بجنب مقر بنك روما قرب مدرسة عثمان باشا في ببحر. المهم المطابع هادو كلهم وتدريس فنون الطباعة في مدرسة الفنون والصنايع، وزيد عليها الوافدين من تونس أصحاب الحرف اللي جابوا معاهم حرفة الطباعة شجعوا هلبة في تطور فن الطباعة ورخصة الطباعة في الجرائد زي ما بنشوفه بعدين في الأسعار. على فكرة التوان صار هجوء بأعداد كبيرة لطرابلس ابتداء من سنة 1882 و83 بعد توقيع الحماية بين باي تونس والفرنسيين، وهادو كانوا عماد الكثير من التغيير نحو الأفضل في طرابلس في الغالب الأهم. ولما نتكلم على أهم التجار في طرابلس حنبين هذا بإسهاب في حلقة عن التجار والتجارة في مدينة طرابلس أو في ليبيا عموما. المهم طبعت أغلب المطابع الصحف مش الكتب واللي بنجوها بعدين في حلقة بروحها. علاش نحكي على هذا كله؟ باش نحطكم في الصورة ونتبينوا مع بعضنا شنو هو العصر هذاك وكيف كان في بناء الشخصية الليبية ومواضيع الناس المتعلمين وقتها. الظهور المفاجئ وخلال ثلاث سنوات يعني بعد الدستور صار فيه يعني بعد الدستور متاع 1908 صار فيه دفعة واحدة خمسة مطابع،
وصار فيه طفرة في الجرائد. والسبب طبعا زي ما قلنا هو الدستور اللي تسمى المشروطية، اللي أعطت فيه الدولة العثمانية الحرية للرعاية متاعها. و يعني باش تشوفوا قصدي كيف الحرية تساعد حتى راس المال اللي بيبدأ يتحرك لخدمة الفكر والثقافة. به بعد ما اعطينا مقدمة عن المطابع اللي الحق العثمانيين ما عندهمش فيها جميل، فالطباعة بدت في أوروبا بشكل واسع قبل هذا بأربع قرون. أربع قرون يا ناس، من حرمان الليبيين من المطابع. وعلى فكرة صناعة الورق كانت تمشي، هذا قبل المطابع، صناعة ورق الكتاب باليد وإلى آخره، كانت تمشي من شمال أفريقيا لأوروبا حسب المؤرخين الأوروبيين أنفسهم. أصبحنا احنا نستورد كل شيء يتعلق بالورق من أوروبا حاليا، وهم تعلموا منا صناعة الورق، وهذا موضوع تاني طبعا. المهم، الكتب والجرائد بالرغم من عدم صدورها في ليبيا لمدة طويلة كانت توصل لليبيا. يعني من امتى بدينا نتخرجوا من المدارس في ليبيا؟ طبعا وانا كون العثمانيين في العهد العثماني الثاني، مدارس الرشيدية مثلا في يفرن، درنا، الخمس، طرابلس، الزاوية، زوارة الى اخره. و يعني هذه كلها الشباب هذو المتعلمين كانوا متعشين للكتب والقراءة، وفي الواقع اللي هم عايشين يعني يحبوا القراءة في الواقع اللي هم عايشين فيه. فهذا خلق نوع من الحركة، وأصبحت الجرائد تجيه فيهم والأخبار من دول الجوار ومن أوروبا من غيرها. وهذا لما نتكلم على المواصلات والبابور والسفر والى اخره، حنتكلموا كيف الجرائد كانت توصل لليبيا والبريد والى اخره. وبعدين في حتى الليبيين هل بمشوا يقروا برا وجهوا استقروا في ليبيا. طبعا الكتب كانت متوفرة راهو في مكتبات عمومية زي مكتبة الأوقاف اللي تأسست في 16 نوفمبر 1898، وكان قبل هذا مكتبات حنجوع عليهم لما نتكلموا على تاريخ المكتبات في ليبيا. المهم، مكتبة الأوقاف هذه بالرغم من حجمها الصغير المتواضع في هذاك الوقت، كانت يعني تجمع أهم الكتب في المدينة وأهم المخطوطات اللي جمعوهم من المساجد اللي حول المدينة. به الشباب سئموا من القراءة التقليدية ويبوا يتعلموا ويستفيدوا من العلم الحديث، واللي بيصير ونشوفوه في الجرائد اللي انتشرت به. خلونا على الصحافة، يعني تقريبا يجمع المؤرخين ان صارت طفرة في الصحافة في ليبيا زي ما قلنا بعد الدستور سنة 1908 المشروطية، اللي 12 صحيفة في فترة واحدة، يعني ما فاتتش 3 سنوات خرجت 12 صحيفة. وقبل الدستور كان فيه صحيفة واحدة اللي هي طرابلس الغرب، وكان فيه صحيفة معارضة سكروها اللي هي جريدة طرابلس الغرب، واللي استمرت كأول جريدة في الظهور وأكثر جريدة تستمر في تاريخ ليبيا لمدة 45 سنة. وكان أول عدد لها صدر يوم 20 سبتمبر 1866، وكانت ديما جريدة رسمية بمعنى تنطق باسم الحكومة. وأول رئيس تحرير فيها كان أحمد بن شتوان، الشاعر المعروف طبعا، كتب عليه على مصر مصراتي كتاب كامل. كان علي عياد والد محمد عياد المعروف هذا المسرحي، مدير تحرير الترقي اللي ذكرناه بكري، وقلنا هاجر ما قلناش لكن هاجر لسوريا، ومحمد ناجي التركي، وبعده الهادي الجواب، ومحمد داوود، وأسعد أفندي، وشمس الدين سامي، وغيرهم كانوا يكتبوا في الجريدة هذه. وقدامكم توا تشوفوا في نموذج من الجريدة لما كانت تنطق باللغة العثمانية فقط، وهذا العدد كان كله إعلانات حكومية، فرمانات ومشاريع الحكومة ولوائح وقوانين، يعني جورنالي من وفي يعني شوية شكاوى من المواطنين بس اللي يديروا فيهم بالمجان. وعلى فكرة كانت مكتوبة باليد ومطبوعة طباعة حشرية زي ما شفنا في الترويسة توها، وتشوفوا فيها في الصورة وشوفوا محلها الترويسة الحق يعني. وهذا نعطيكم نموذج ثاني من الطبعة المعروفة بالحروف المتنقلة، وهنا يصير فيه تغييرات في شكل الجريدة وتسهل طباعتها بأعداد كبيرة، حتى كان يصدر من كل عدد 1000 نسخة وتوزع في كل أنحاء ليبيا. وهذا كان حالة خاصة، وعلى فكرة كانت تخرج صباح كل يوم خميس وتنباع بأربعة بارة.
يعني ممكن قيمتها 40 قرش توه يعني، وكانت تنطبع في مطبعة الولاية كذلك. معليش موضوع جانبي، كاتبين في الترويسة 40 بارة سكة خالصة. هذا موضوع شوية مضحك الحق يعني، علاش يقولوا سكة خالصة؟ يعني نقدا، سكة خالصة معناها نقدا، والواحد يسأل هني علاش الطريقة هذه يعني في الدفع، علاش نقدا بس؟ كان من الممكن زمان تشتري أشياء أخرى بمقابل عيني، بمعنى قدر معلوم من التمر، البيض، الشعير، المونة، المهم قصدي كنت تقدر تشري بالمقايضة. لكن هذه الجريدة شكلها في البداية بدأت تبيع بالمقايضة، بعدين قلبت وقالت احنا نبغى غير نقدي يعني، اللي هي سكة خالصة على قولتهم. المهم الجريدة الرسمية هذه استمرت حتى تسكرت سنة 1911، تحديدا تقريبا يوم 22 سبتمبر قبل الاحتلال الإيطالي، وهي بدت طبعا في 9 سبتمبر لليبيا بأسبوع، وهيك تكون استمرت 44 سنة و11 شهر و22 يوم بالتمام والكمال. يعني من المفترض تكون قدمت يعني حسب الحسبة هذه، كنا بنحسبوها هيك على السريع، 2350 عدد، 2345 عدد اللي وصلنا منهم، لكن للأسف شديد ما وصلناش منهم إلا أعداد قليلة. وهنا نشوفوها لما كانت مختلطة باللغتين العثمانية والعربية، وهذا جاي بعد إصرار وإلحاح الأهالي في المرحلة اللاحقة. وعلى فكرة كان فيه تدمر كبير في ليبيا، ومطالبات عليه جعل اللغة العربية لغة السكان المحليين اللي قلتهم وقتها لغة رسمية، وكان الناس تشعر بالظلم من استثناء لغتهم من لغة الخطاب بين الحاكم والمحكوم، ومع أن العربية الفصحى لم يتكن يتقنها أي حد من الليبيين، لكن الطبقة المثقفة كانت تطالب زي ما نقول اليوم بدسترة اللغة العربية في الدستور المشروطية العثمانية. ومع هذا العثمانيين تأخروا مرحلة كبيرة جدا باش أدخلوا اللغة العربية، فتخيلوا معاي الظلم اللي كان يصيب أهالينا بعدم دسترة لغة يتكلمها سكان البلد نفسه، زي ما نتكلموا اليوم على دسترة الأمازيغية والناس تستغرب. حتى في العهد العثماني زمان راهو كانت نفس الإشكالية، العربية نفسها كانت، سامحوني على اللفظة، كانت مستكردة من قبل العثمانيين ويكتبوا فقط بالعثماني، فجاهد الليبيين حتى أصبحت العربية رسمية إلى جانب العثمانية. زي ما نديروا حنين نحاولوا نحن نخلوا الأمازيغية رسمية إلى جانب العربية. على أي حال وصابها ظلم آخر في فترة الاستعمار الإيطالي اللغة العربية، اللي هي استثنيت كذلك مرة أخرى. هذا نموذج من جريدة طرابلس الغرب في الفترة اللاحقة بوكل، واللي ولد جريدة تانية بوكل حنجوها في وقتها في الأربعينات، استخدمت نفس الاسم لكن سياستها ومواضيعها وكل شيء مش نفسها. خرجت جريدة بنفس العدوان صحيح بعد حرمان لعقود، وهذا كان فترة الانتداب البريطاني، وزي ما شفتوا النموذج اللي طلع منها، وحنتكلموا عليها في الحلقة الجاية بإسهاب، وتعتبر نموذج لما يهم الكاتب في تاريخ الحقبة كوثيقة تاريخية مهمة. هذا النموذج عندنا منه في مؤسسة التوالد في محفوظات المؤسسة متاعنا الثقافية، أهدانا الصحفي الشهيد الأستاذ فاضل المسعودي مجموعة كبيرة من هذه الجرائد، وأعطانا كذلك الماكروفيش كامل لبعض السنوات لهذه الجريدة، وإلى جانب طبعا ما نملكه من أعداد متفرقة في مؤسستنا. بعد جريدة طرابلس الغرب صدر مجلة الفنون، وهي أول مجلة تصدر في ليبيا طرابلس الغرب وقتها، صدرت سنة 1899 تحديدا 13 يناير، يعني قبل صدور الدستور متاع المشروطية هذا سنة 1908، يعني قبلها بتسع سنوات تقريبا. المهم المجلة هذه سابقة لجمالها بكل معنى الكلمة، وكانت ولعقود طويلة المجلة الوحيدة الناطقة بالعربية، تهتم بالعلوم وعندها هوس بآخر المخترعات وشن توصلت لها التكنولوجيا من جديد. في عدها الأول عرض لتكنولوجيا التلغراف بحماس وشغف كبير، ونلقوا فيها كل شيء يختص بالعلوم ويخدم الإنسان من زراعة وكيف تعالج التسوسات في مثلا والمبيدات الحشرية لآخره والنباتات، وتكلموا على الكهرباء، الكيمياء، الفيزياء، الموسيقى، وبطريقة لطيفة جدا يعني. المهم فيها حتى كلام عشان فهم توه يعني المصطلحات اللي كانوا يستخدموا فيهم زمان. المجلة كانت تصدر
كل حفظتين، حفظتين تعرف شو معناهم ولا؟ حفظتين يعني أسبوعين، وحقها كان 60 بارة، معقولة جدا مقارنة بحجمها وفائدتها. المهم كانت تطبع كذلك في مطبعة الولاية اللي ذكرناها مبكري، وكان صاحبها ومحررها ومنسقها ومترجمها شخص واحد فقط، شخص واحد يدير في الحاجات هذه كلها، هو صاحب الهوايات المتعددة ذو الاهتمامات الواسعة محمد داود أفندي، واللي كان يتقن عدة لغات، 8 لغات تحديدا. تصوروا يتكلم 8 لغات في هذاك الوقت، ترجمة قراءة وكتابة وتأليف. المهم الشخص هذا تحفة طبعا، كونه من أسرة مقربة من العثمانيين وقري في المدرسة الرشيدية، وكان موظف طبعا بعد ترقى ودار خدمات هلبة، ولا موظف بدرجة مميز قلم، هذه درجة من درجات زمان في الوظائف العثمانية، مميز قلم في السرايا. يعني هذا مميز قلم راهو يعني رتبة عالية جدا، مش عارف نقوله اليوم احنا درجة 13 ولا نقوله في الترتيبات الليبية الحديثة هذه. يذكر علي مصفى المصراتي ان معاشه كان 1000 غروش، يعني 1000 قرش، يعني هذا يعني بجديات زنقين، اللي قلت زمان زنقين يعني ثري، مش غير يطبع مجلة وبس، هذا يمول مشروع ثقافي كامل. المهم هو محمد أفندي داود، محمد داود أفندي ولد وترعرع في ليبيا، وكان يدير مجلة تعميم حريات على فكرة ومؤسسها، وحنولولها تاني لما نتكلم عليه الجرائد والمطبوعات باللغات الأجنبية في الحلقات الجاية. المهم المجلة هذه مجلة الفنون بالعربية الفصحى في هذاك الوقت، يقصدوا بها الفنون بالعربية الفصحى، يقصدوا بها العلوم. للأسف للمجلة استمرت لمدة 1 أو 2 سنين، يعني 1 كاملة و2 أسبوع، هذا اللي صار، وتوقفت للأسف عن الإصدار بعد 2 يعني شهر، سنة وشهر. بعد هذه مباشرة طلعت صحيفة الترقي اللي بدينا بها الدوة، وهذه أول جريدة معارضة زي ما قلنا مبكري. طبعا ما نسيتش راهو السالنامة، الكتيب يعتبره السالنامة أول جريدة أو مجلة في ليبيا، ولكن الواقع السالنامة واللي تعني بالفارسية الكتاب، سال تعني سنة ونامة تعني كتاب، تتألف من أكثر من 100 صفحة، وهي تقرير زي ما نديره توه في التقارير متاع الإحصائيات السنوية، هذه كانت هيك السالنامة، فأني ما اعتبرتهاش لا مجلة ولا جريدة ولا هذا لما دخلتهاش يعني. صدر منها تقريبا 12 عدد تشوفوا انتوا في الصورة هنا، بدت سنة 1869 إلى 1894، أعدادها الأولى 9 بالعثمانية فقط، واللي على فكرة مش نفس التركية اليوم، لأن الناس بفرق رأوا العثمانيين غير الأتراك، الأتراك انقلبوا على العثمانيين وهذا موضوع تاني بكل. المهم اليوم والأعداد الثلاثة الأخرانية باللغتين العثمانية والعربية، فهي ليست بجريدة أو مجلة، ولكن جريدة تسبق زي ما قلت لك يعني. المهم لو بنتكلموا عليها أنا ما أعتبر فيها لا جريدة لا مجلة، ولهذا مش هنتكلموا عليها. ولما نتكلموا في الحلقة الجاية عن الصحافة الأجنبية حنذكروا الصحف اللي صدرت في ذاك الوقت. به زي ما قلنا سنة 1908 تاريخ الدستور الجديد المشروطية، وتعني الدستور زي ما قلنا في اللغة العثمانية، خرجت جريدة جديدة أيضا هي العصر الجديد، اللي يملكها وصاحب امتيازها الشاب الواعد آنذاك محمد علي البارودي، تحمل شعار الجريدة، في شعار الجريدة تحمل الشعار الجانبي تقول من الشعب وإلى الشعب. العصر الجديد سجلت لعصر جديد بدون شك، وبدأت انطلاقتها في أول مارس 1908. مش ما ننساش كان موقعها في سوق الفنيدقة ملاصق لجامع الناقة، وطبعا ما كانتش مجرد جريدة، بل كان مقرها ملتقى ثقافي اشتغل معه في تحريرها وباستمرار قاسم الشقرون أو الشقروني وعبد الرحمن السقلعي أحمد عويدان، وكان مسؤول تحريرها حسين كامل. مش مبكر نقول لكم على الأسماء اللي جت من برا ليبيا، طلعوا لنا أسماء، رئيس التحرير متاعها من يفرن كتب فيها باستمرار الشقروني، أحمد عويدان، حسين كمال، محمد البارودي، طبعا لم يكن من كبار المثقفين حقيقة في نفسه، ولهذا ما ذكرتاش من ضمن المثقفين، لكنه من أسرة ثرية عرفت بتجارة مع البندقية والجزائر وقبرص من القرن 18، وهذا ذكره بإسهاب وعاود اسمه هلبة، صاحب كتاب يوميات ليبيا الفقيه حسن.
طبعا هذا مكنه من تقديم عمل تعليمي ووطني يزيد به الوعي لدى الشباب، وكان ثمن الجريدة بجديات مرتفع في البداية، لكن نزل قيمته ولا بعشرين بارة، وتكرر في الجريدة باش يستفيد منها الليبيين في هذاك الوقت. وهذا موثق طبعا في الجريدة نفسها زي ما قلنا في العدد الثالث. كان في الجريدة ولأول مرة قسم لرسائل القراء، وهذه حاجة فريدة حقيقة في هذاك الوقت في الجرائد الليبية، وكان يترجم من صحف وجرائد تأتي وتنهل لطرابلس من دول عدة، وهذا بنتكلم عليه بعدين. كان يكتب فيها حتى بالعامية الليبية على فكرة، ويدير في عناوين المقالات في أمثال شعبية، ويبني عليها مقال اجتماعي ويتكلم عن القضايا الاجتماعية، ونصح احيانا، ويكون احيانا حقيقه لاذع لو تقرا النصح يعني بعض الاعداد هذه، واحيانا توجيه ديني. وحنا اليوم نقدر نديره تصور للمجتمع من خلال هذه المقالات. وكانت تنشر في مقالات عن اخر الاختراعات واهم الاكتشافات، وحتى على اخبار الاقتصاد والبورصه والصادرات والواردات من البلاد في هذاك الوقت. وعلى فكره كانت من الجرائد المهمه اللي تحرض ضد بنك روما، وتنشر في الوعي عند المواطنين بعدم البيع للإيطاليين، وتنتقد العثمانيين على الضرائب الباهظة اللي أدخلت كاهل السكان، تنتقدهم تاني على عدم اهتمامهم بالتعليم، وتحرض الناس على نشر العلم وتعليم أقاربهم. يعني كانت جريدة اجتماعية زي ما قالوا في عنوانها، من الشعب للشعب. نادت بإلزامية التعليم على فكرة، من أول جرائد اللي نادت بإلزامية التعليم، وهذا تاريخ راه مهم جدا نعرفوه. وهذا الفكر التقدمي كان ينادي به تاجر أكثر منه مثقف، ولم يكن الربح من يعني من ما كانش غايته الربح من هذه المجلة. على فكرة كان البارودي يحب السفر، وسافر في كل أرجاء ليبيا خصوصا في الشرق الليبي، وكان يكتب في مقالات في الجريدة هذه، من درنا، كتب على البوادي، تكلم على بنغازي. المهم تعتبر وثائق تاريخية اليوم اللي كتبه البارودي. به مما يعاب على الجريدة هي خوضها في قضايا لا تمت لليبيا بصلة، وأنا من الأمانة لازم نتكلم عن الحاجات هذه، لكن للأسف سمة العصر كانت يعني شو بنقول لكم، يعني الصراع الكبير اللي صار في مصر بين أيديولوجيات مختلفة انتقلت لليبيا، وأصبح المجتمع الليبي والمثقفين متاعها مقسمين على اثنين، يعني على خاطر المشاكل اللي صايرة في مصر. وهذا مش أول مرة على فكرة، يعني وجود صراع بين المثقفين الليبيين بسبب صراعات خارج الحدود متاعهم صارت عدة مرات، يعني حتى في الستينات في مجلة الميدان تكلموا عليها، كان سعيد سيف المحروق كتب مقالات في الموضوع وسردها في ثنايا كتبه الصادق النيهوم. مش عارف علاش عندنا الشغف هذا في استيراد المشاكل، كأن ما عندناش احنا مشاكل خاصة بينا في بلدنا. على اي حال، هذه الأشياء اللي تعاب عليه جريدة العصر الجديد ان هي كانت تستورد في الصراعات اللي صارت بين اللخب الليبية في هذاك الوقت، اللي نقول استعمار يطقطق عليه بابهم. المهم الجريدة للأسف لم تستمر كثيرا، أكثر من سنتين، وتوقفت نهائي، وبيعت مطبعتها وكل أدواتها بالمزاد العنا بأمر من المحكمة. لم أطلع هذا، ولكن قيل أن البارودي وضع أول مجلة للأطفال بعنوان السمير الصغير. يقال ان البارودي هذا نفسه محمد علي البارودي دار مجلة للأطفال، وهذه لو صدقت وشفنا نسخة منها حتكون أول جريدة أطفال ليبية، بل حتى في كل شمال أفريقيا. لكن للأسف لم تطبع، وبقيت في أتراج المكتبة متاعها حتى توفي رحمه الله. نتمنى من أسرته تخرجها للنور لو لا زالت في حوزتها، على الأقل سكانة وشهادة باش تكون شاهدة للعصر، وتكون بذلك أول مجلة زي ما قلنا ليبية صادرة خاصة للأطفال. بعد هذه خلونا نتكلم على جريدة تانية، جت جريدة الكشاف. خلي بنريح روحي شوية في الدقاميزة سامحوني. جت جريدة الكشاف لصاحبها محمد أحمد النائب الأنصاري. طبعا أكتركم يعرف الاسم هذا على خاطر بوه هو صاحب كتاب المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب. في طبعا احنا هذا ديما نعرف في الكلام هذا، في مؤسستنا عندنا نسخة مخطوطة من الكتاب هذا، شريته زمان من شخص من مدينة مزدة في جبل نفوسة. المهم جريدة الكشاف كانت من الجرائد اللي تنشر في هذاك الوقت، وبدت في أول عددها في 1 ديسمبر 1908 في نفس سنة المشروطية، لكن في نهاية العام.
المهم الكشاف جريدة من 4 ورقات حتى هي، عندنا منها نسخ تقريبا 12 نسخة في مؤسستنا، طبعا تغيرت فيها الترويسة من عدد لعدد. المهم الترويسة هي، باش نشرح لكم الترويسة هي الاسم متاع المجلة أو شعارها بالخط العريض، هي كانت تطلق على الصفحة كلها بعدين أصبحت تسقط فقط على الشعار من فوق. في أول صفحة، المهم الجريدة أو الصحيفة هذه كانت ديما 4 صفحات وكانت تتباع ب20 بارة زيها زي غيرها، والغريب في الترويسة كان مكتوب عليها تصدر ب3 لغات عربي تركي وفرنساوي، ولكن فعلا هل فعلا صدرت بهذه اللغات؟ الله أعلم، لأن ما فيش حد شاف نسخ من جريدة هذه، على الأقل من اللي نعرفهم أو كتبوا على الجريدة هذه يعني، ونشتني في كل تركينا ما فيش أثر لها. بعدين العنوان متاع 3 لغات اختفي بعد العدد الثالث. على فكرة محمد الأنصاري نفسه كان يتكلم 3 لغات، هل هذه كانت أمنيته أنه هو يتكلم ويصدر جريدة ب3 لغات؟ الله أعلم. وكانت تصدر كل يوم ربحة، ومقرها كان زنقة حومة البلدية تقريبا رقم 87 اللي هي عارفه حومة البلدية. المهم كانت عليها في الترويسة نفسها جريدة مكتوب جريدة حرة سياسية علمية يومية مصورة تدافع عن حقوق المواطن طبقا للمبادئ الدستورية. ولاحظوا ما فيش مواطن أو شعب زي جريدة مواطن الوطن عفوا تدافع عن حرية الوطن، فما فيش قضية المواطن ولا الشعب ولا أي شيء زي جريدة البارونية في العصر الجديد، وهذا حقيقة له منبع ايديولوجي، لأن الجريدة هذه إسلامية وحنتكلم عليها بعدين. المهم والحاجة الثانية اللي ذكروها في الترويسة أنها مصورة، لكن ظل هذا مجرد طموح بس، لأن لم تنشر أي صورة واحدة في أعدادها، والجرائد المصورة في ليبيا أصلا ما بدتش إلا في سنة 1937 مع مجلة ليبيا المصورة متاع المحيشي اللي بنجوها في وقتها في الحلقة الجاية. الجريدة هذه تتبع توجه صاحبها وهو التوجه الإسلامي، طبعا إنسان وطني. في العدد الأول تقريبا كلها تكلمت عليه افتتاح مجلة المبعوثين زي ما تشوفوا هنا، وجابت ربع الصحيفة تقريبا عن سليمان الباروني، واللي باين تربطها علاقة صداقة بينه وبين الكاتب. وفي العدد هذا ترجم أخبار من صحف ألمانية تركية، وذكر أن وصلها تلغراف وكتبها. المهم الجريدة كلها في العدد الأول ما عدا الافتتاحية كانت عن موضوع واحد وهو أخبار مجلس المبعوثان، لأن صارت بعد المشروطية صار فيه انتخابات وصار فيه برلمان وإلى آخره. مجلس المبعوثان هو البرلمان في كلامنا توه، كانت تطبع في مطبعة الولاية كذلك، كانت فيها وراسله كل من يعني مثلا أحمد الفصاطي من الأزهر، أحمد الفصاطي هذا حنجوه بعدين، كان طالب في الأزهر ويكتب، كان حسن بن عويدان حتى هو ذكرناه بكري في طرابلس الغرب، السنوسي بن صالح المسلاتي مش قلنا الدواخل كلها، وكان حسين غافي وحسين حسن غازي ومحسن ظافر. المهم العدد الثاني حتى هو تشوفوا فيه هنا افتتح في العيد وعايد الناس إلى آخره، وجاب مرة تانية أخبار الباروني وكونه وصل لمالطا وأن الخبر وصل عن طريق التلغراف. التلغراف هو البرق اللي يسموه فيه لحد وقت قريب. للأسف الجريدة توقفت بعد صدور 16 العدد تقريبا، يعني بعد 16 أسبوع، ما طقتش حتى نصف عام للأسف مع من صدور جريدة الكشاف. نلاحظوا تنوع في الجرائد، وعلى فكرة عائلة الأنصاري معاش فيه من محد في ليبيا، كلهم هاجروا لتركيا بعد الاحتلال الإيطالي لليبيا. نلاحظوا طبعا تنوع كبير في أنواع الجرائد في سنة واحدة، تقدمية زي العصر الجديد، إسلامية زي الكشاف، حزبية زي الترقي. المهم بديت تنوع، وبعدها جي الدور على جريدة فريدة من نوعها وتحفة في عصرها اللي هي الجريدة الفكاهية
الناقدة اللاذعة اللي تسمت بقشة اللي بقشة بالليبي، كان صاحب امتيازها زي ما قلنا رئيس تحريرها ومالكها محمد الهاشمي المكي، مع انه في الترويسة كاتب الهاشمي بس زي ما تشوفه بس، وهو طبعا من تونس لجأ لليبيا من اللي ذكرناه من بكري في 1882 من تونس بعد المشاكل اللي واجهها من مع الاستعمار الفرنسي غادي. المهم ونلقوا في الترويسة اسم الصحفي المخضرم محمود نديم بن موسى كوكيل للصحيفة، وعلى فكرة سومها كذلك كان 20 بارا زي باقي الجرائد، وتحتها كاتب جريدة كشكولية، هذه في الترويسة نفسها كاتب جريدة كشكولية هزلية حساسة الشعور في قالب القشور، هو طبعا صاحب نكتة. الصحيفة كانت تصدر في تونس بنفس الشكل والمضمون قبل ما بدت تصدر في ليبيا في التاريخ هذا، وحافظت على الشكل الفكاهي زي ما نسمه توه جرائد التابلويد هذوك، يعني الموجودات توه في جرائد مش في ليبيا لكن في الغرب وفي العالم عموما في جرائد فكاهية زي هذه، مع أنه في هذه الجريدة ما يديروش لا في تورية ولا إيحاءات، يسب في العلن ويجاهر بالاسم وينتقد بالمفضوح، وهذا طبعا جاب له عداوات هلبة، وفي نفس الوقت عشاق هلبة، الناس اللي ضد العثمانيين كانوا من عشاقه. المهم اكتب معاه في باب الفكاهة الزجالية قاسم الشقرون أو الشقرون اللي ذكرناه من بكري اللي كاتب في العصر الجديد كذلك، وكذلك غالبا يعني تحاشوه هو المثقفين راهو هلبة مثقفين تحاشوه، وقاسم الشقرون كان يكتب حتى في الشعر في بالزجل أو الزجل في الجريدة هذه بطريقة ساخرة زي ما قلنا، تحاشاه أكثر المثقفين الليبيين لأنه يعتبرون نفسهم طبقة عالية ما يقدروش يكتبوا في جريدة هزلية زي هذه. الجريدة أو الصحيفة استمرت لمدة 3 سنين قبل ما توقف نهائي بسبب الاستعمار الإيطالي والاحتلال، لكن للأمانة كانت تصدر بانتظام كل أسبوع أسبوعية بالرغم من المضايقات، وحتى عمك الهاشمي ما كانش مهني روحها زي ما يقولوا، وكان يطبع فيها في مطبعة شكون اليهود إبراهيم تشوبة اللي قلتها لكم بكري، لهن المطابع الثانية زي الولاية وغيرها حكومية، فهو كان يبي مطبعة معارضة. المهم عارف أني ما تكلمتش على أي حاجة خارج مدينة طرابلس لعند توه، لأن بجديات ما صدر شيء خارج طرابلس أصلا، مع أن فيه كلام على مطبعة في بنغازي تم طلبها من قبل الوالي، لكن الباين ما وصلتش قبل الاحتلال الإيطالي وما صارش منها، والصحافة تحتاج طبعا مطابع زي ما شفنا بكري في طرابلس، ولكن في الحلقة الجاية بنبدو نشوف الصحف في الشرق الليبي وفي غربه وفي الجنوب كذلك، فخلوكم معنا في الحلقة الجاية نتكلموا بإسهاب عن الصحافة في بنغازي. به خلونا نولوا لبوغشة، واللي يعني بوغشة على فكرة تعني الزعطوط أو السعدان أو القرد في اللهجات الشمال الإفريقية، الزعطوط هو كلمة مزغية على فكرة، وهذا كان شعار المجلة زي ما تشوفوا بالقرد، وزي ما نعرفه في تونس صدرت جرائد هلبة، هذا جاب الفكرة من تونس، بأسماء من اللهجة العامية زي النمس والنسناس والسردوك، بجديات كانوا جرائد هزلية في تونس بهذا الأسماء النمس والنسناس والسردوك، المهم مملكة حيوية متكاملة من الجرائد الهزلية في تونس، وربما فكرة السي الهاشمي جت على غرار هذا. وعلى فكرة البقشة في تونس تطلق على الشوشباني اللي عندنا في ليبيا، لأن القشة في تونس تعني القش اللباس الهدريش هادو اللي البالية اللي يلبسون فوق بعضهم وين الشوشباني وغيره. المهم السي الهاشمي هنا من المؤكد يقصد القرد. المهم الهاشمي هذا طبعا هاجر بعد الاستعمار الفرنسي لتركيا، فتوقفت مع هجرته الجريدة نهائيا، وحتى كان ما هاجرش أصلا طيب مش حيسمحوا له، وما نظنيش يعني صدرت أي جريدة وصححوا لي لو صدرت أي جريدة فكاهية بعد هذا نهائيا في ليبيا، لكن المهم في نفس السنة لكن مش بالعربية على أي حال. خلونا صدرت طبعا جريدة تعميم حريات وكانت مش بالعربية حتى هي في نفس السنة، وهذه مش هنتكلم عليها لأن زي ما قلنا بنقولها في الحلقة الجاية. بعد جريدة بقشة هذه أو بقشة بحوالي سنة صدرت صحيفة الشيخ الأزهري والصحفي المراسل للصحف المبادرة زي الترقي العصر الجديد أحمد الفصاطوي، سماها جريدة المرصاد اللي كانت كان مقرها أو النادي في الواقع في مدرسة عثمان الساكزلي،
سجزلي كانت دار ندوة للمثقفين، الجريدة هذه كانت دار ندوة للمثقفين قبل حتى ما يصدر الجريدة. وعلى فكرة، وهذه طبعا معلومة جانبية، مدرسة عثمان السجزلي مع أنها اشتهر ببنائها سنة 1654 تقريبا، لكنها مبنية على أنقاض مدرسة إسلامية اسمها المستنصرية، بنيت في عصر الموحدين. طبعا انت تحسبوش ان ليبيا كانوا في عصر الموحدين جزء من المملكة والآخرية، ولاية بني مطروح في القرن الثالث عشر. وبالله يعني شوفوا قداش عامر التاريخ متاع بلادنا. المهم أن نوعدكم ندير حلقة كاملة عن المدارس في ليبيا والتعليم، أول مدرسة تحفيظ القرآن، أول مدرسة، المهم هذا كله حنتكلم عليه، وحنحصل حلقة طويلة عريضة لأن موضوع جدا شيق وممتع ومفيد. المهم، السيد أحمد الفصاطوي خريج الأزهر، وكان أصلا ناشط وصحفي في هذيك الفترة لما كان في مصر، وزي ما شفنا كان مراسل كذلك، لكن كان أصلا ناشط في مصر وكتب في صحف مصرية شهيرة، ومقالاته تبي تجميع الحق يعني في الصحف زي اللواء والمؤيد، ياريت نجمعوا فيها حاجة ونحطها في كتيب بسبش، هذا فخر لينا، زي حتى كتابات أحمد شتوان اللي زوز يستاهلوا وثائقي خاص بهم حقيقة علي فكرهم وكتاباتهم والحاجات اللي داروها. المهم، الفصاطوي ما كانش مجرد صحفي، كان محاضر، كان فقيه وإنسان اجتماعي، وكان شارك يعني بعدين في حركة الجهاد مع الباروني، شارك في مؤتمر غريان الشهير هذاك، والباروني معاه على فكرة مراسلات انشرها وخدم في حزب في الأحزاب زي الإصلاح والترقي، وخدم في هيئة الإصلاح، وحكيد حنولولها لما نتكلموا على الحياة الحزبية في ليبيا والدساتير. المهم، هذه زي ما قلت يبي محاضرة بروحها، ولكن مما لا شك فيه هو توجه إسلامي من علماء الإباضية في ليبيا ومن أصحاب الفكر التجديدي، حتى داخل مذهب الإباضي يعتبروا فيه من المجددين، لأن في مدرستين محافظين ومجددين في مذهب الإباضي، ودار عدة محاضرات ودروس وعظية في أشهر المساجد في طرابلس حتى أيام الاستعمار الإيطالي. المهم، عودة على الجريدة، المرصاد في ترويستها تقول، وزي ما قلنا كان فيه نادي يتسمى بدار المرصاد. المهم، الصحيفة صدرت عددها الأول في نوفمبر 1910. في الترويسة تقول جريدة سياسية أدبية جدية مزاحية أو مزحية، ولكن بالرغم من الترويسة فالمرصاد من اسمها اجتماعية سياسية وطنية خالصة، ولو أنها يعني كتبت في ترويستها أن هي يعني تدير في حاجات ثقافية، لكن توجهها واضح، ترصد في الحركات السياسية والنوايا الاستعمارية وأخبار الدول الأجنبية وأخبار دول الجوار، خصوصا بحيبيا جت بين بلدان محتلات حديثا زي مصر وتونس، قبلها الجزائر 1830 أو 31، وبين تونس ومصر اللي هي 81 و82 1800، والفصاط بيعاش في الزوز بعد استعمارهم يعني في تونس والجزائر، وزار المهم خصوصا زار وادي مزاب. الجريدة هذه بشهادة المؤرخين من أكثر الجزائر والجرائد وضوحا في تعرية أطماع الإيطالية في ليبيا، وتنبه علنا وتبين فيها الأهداف متاعها. المهم، الجريدة كان حقها 20 بارة زي الآخرين، وكانت تطلع يوم خميس، كل يوم خميس، لكن للأسف مطبعة الولاية ما تلتزمش بالمواعيد، وهذه الحيل والدسائس متاع العثمانيين اللي كانوا متواطئين مع الإيطاليين على فكرة كان ليهم دور في الأشياء هذه، فيكون يوم الجمعة عطلة فما تطلعش، فتضطر هي تنشرها يوم السبت. المهم، عاد على الفصاطوي نفسه اللي بحكم السفر والترحال متاع الفصاطوي وخلفيته النضالية كان عنده نظرية ما كانش يعني ينتبه لها هالبناس، وهي كون الاستعمار الجديد غير الاستعمار الصليبي أو الغزو الصليبي القديم أو الغزو الأوروبي، هذا كان غرضه منفعي تجاري وثروات البلاد فقط، فما كانش عندهم أي أهداف أخرى يخلوك وشأنك ودينك. المهم، المقالات متاعها بجديات سابقة لعصرها، للأسف زيها زي مصير الجرائد الثانيات، قعدت تقريبا سنة إلا أسبوع وتوقفت عليه الإصدار مع الغزو الإيطالي لليبيا. أهلين يازل متكلموا عليه الموزعين للجرائد كذلك. الموزعين متاع الجرائد في هذاك الوقت وصلنا منهم مثلا مكتبة المشيرقي اللي كان محل مواد غذائية ومكتبة توزيع في نفس الوقت. المشيرقي طبعا انتقل لليبيا من تونس حتى هو
من جربة طبعا من التجار اللي كبار في ليبيا، انتقل من جربة حتى هو 1882 أظني حاجة زي هيك. كان عنده محل مواد غذائية ومكتبة توزيع في نفس الوقت، وكان المحل في شارع كشت الصفار زنقة جمع النخلي، وكان فيه الموزع متاع سوق الترك يهودي اسمها والله لا طاير من الناس نتوها. المهم وكان فيه مكتبة تانية، كان مكتبة الحاج شرف الدين، للأسف ما وصلتناش اسمها بس كان فيه مكتبة غادي، وكانت توفر في الورق والمواد القرطاسية، وكان كذلك في توزيع الجرائد كان فيه الرقاص يوصلك الجريدة للمشتركين. الرقاص كلمة ما تعرفوهاش، الرقاص هو الساعي متاع البريد، وهذه كلمة كانت متداولة زمان. الرقاص بالأمازيغية هو ساعي البريد، كلمة أمازيغية صرفة تستعمل إلى اليوم حتى في دول الجوار، وهذه حنجوها لما نتكلم على البريد وتاريخ البريد في ليبيا. يوصل في الجرائد للمشتركين، وكان فيه طبعا بيع الجرائد في وسعاية الفنيدقة، كان يصفوا فيه باللوصيف، موزع الجرائد الوصيف بالتعبير القديم يعني الأسمر، ولم يذكر اسمه للأسف. تكلم البرودي في العصر الجديد بأن الجرائد يجب أن تحترم وتوضع في مكان محترم، مش في الرصيف وفي الأماكن العامة لأنها تحتوي اسم الله إلى آخره. فهذا نستشفه منه أن الجرائد كانت تتباع في الأرصفة كذلك. هذا اللي عندي توه، وفي الحلقة الجاية إن شاء الله حنتكلموا على الجرائد اللي صدرت في ضوء الاحتلال الإيطالي أو حتى إيطالية في العهد العثماني الثاني اللي مهد الاستعمار، والجرائد اللي صدرت باللغة العثمانية، وجرائد اليهود الليبيين، وكذلك الجرائد اللي كان يقروا فيها ويهتم بها الليبيين واللي كانت تجي من مصر والشرق عموما. إن شاء الله كنت جبت لكم حاجة جديدة عن الصحف والجرائد في ليبيا، ونعدكم في الجرائد في الحلقة الجاية يكونوا أكثر متعة، ونبين لكم جرائد وأحداث عن طريق الجرائد اللي صدرت في ليبيا وفي خارج ليبيا والمراسلات والليبيين اللي أصدروا جرائد خارج ليبيا إن شاء الله. تحياتي وإلى الحلقة الأخرى إن شاء الله القادمة. السلام عليكم.